لسه مكملين حلقتنا ستات ما يعرفوش يكذبوا، الشيف محمود سعد الشيف العالمي، والمطبخ النهارده رايح على يوناني. يوناني رايح على يوناني. منوره مولمول حبيبتي، انتم منورين وشيف محمود منور متالق. ده انا عاوز اقول بس حاجه قبل ما نبتدي فقره المطبخ، عايز اقول الاستاذ محمد سامي رئيس تحرير برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، كل سنه وانت طيب وجدع متالق ونجم وعالمي. انا دايما مسميه العالمي لان عنده كميه تنوع هايله الحقيقه، وبجد مجهوده كبير جدا في البرنامج كل سنه. وانا هفاجئه بقى اللي عمال يقول لي غني من الصبح. يلا يا منى. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو. كل سنه وانت طيب وال 100 سنه. كل سنه وانت طيب. طبعا وليد توفيق على صاحب الاغنيه. وعقبال 100 سنه يا رب كده في خير وفي سعاده. سلم طبعا على المذيعات الجمال ايمان ومنى وعلى كل حبايبنا اللي اتفرجوا علينا في فقره. عامل تورته ولا مش عامل تورته لمحمد النهارده؟ انا مش عارف ان ايه. يبقى بكره بقى. عامل له فرخه محشيه حلوه وهوصلها له لحد عنده. تورتايه على الطريقه اليوناني. دي بالنسبه له هتبقى احلى من 100 تورتايه. بص انا النهارده عامل فراخ بالزبادي على الطريقه اليوناني، هي فراخ محشيه ومعمول لها تتبيله بالزبادي والزعتر وزيت الزيتون وعصير الليمون ومزيكا خلاص. وعاملين جنب الفراخ شويه سلطه بتنجان مشوي بابا غنوج. الله. بس بمقادير مظبوطه هنعملهم مع بعض وهناكل اكله حلوه. يلا نقول مقادير. يلا بينا. مقادير الفراخ انا جايب فرختين جوز فراخ حلوين كده، مع بصلايه كبيره تكون مفرومه، رشه ملح وفلفل، معلقتين نعناع اخضر. اخضر يعني اخضر يعني فريش، مش اخضر عشان فيه لونين، لا عشان فريش يعني. ثلاث كوبايات من الزبادي وثلاث فصوص ثوم ومعلقه زعتر كبيره وعصير ليمونتين ومعلقتين زيت زيتون. يلا مستعده؟ يلا. يلا بينا. اول حاجه ده على اساس ان انا اللي هطبخ مثلا؟ مستعده يعني تبقي معانا؟ انا معاك طبعا. بنفسي. نحط هنا بصلايه. ولو عايز تعتمد عليا اي حاجه انا شغال يعني. انا اعتمد عليكي دلوقتي حالا طبعا. بصوا بقى احنا بنعمل ايه. نجيب سباتيولا بتاعتنا بتاعت البخيل، عارفينها بتاعت التوفير، بتاعت البخيل غيرنا اسمها بقى. طيب اهو ادي الزبادي، نحط هنا عليها ثوم، ثلاث فصوص ثوم، شويه نعناع اخضر ورشه ملح، اتفقنا، ورشه فلفل اسود صغيره جدا وشويه زعتر اخضر. خلوا بالكم من المقادير يا جماعه علشان الموضوع ده هيفرق معايا جدا. وحبه من عصير الليمون ومعلقتين ثلاثه من زيت الزيتون. يبقى المقادير اللي اتحطت على الزبادي ثوم مدقوق مع شويه زعتر مع كمان شويه نعناع اخضر وملح وفلفل وشويه عصير الليمون اللي قلنا عليهم مع معلقتين ثلاثة من زيت الزيتون. عملنا دول كده اهم. ناخد الفرختين بتوعنا نحطهم في حاجة كبيرة ونحط عليهم الآتي. الليمون اهو انا هنا كان في شوية قشر الليمون كمان شايلهم بس يلا مش لاقيهم. شوية عصير ليمون اهم. مين بياكل المقادير؟ ما حدش جينا. ده قشر ليمون، عارفة؟ ده قشر ليمون يا منى. شوية قشر ليمون. ده عايزين كشعرة بقى. صعب قوي. اختفوا شوية قشر الليمون. مع اننا احنا بتغاظ قوي في الناس تاكل الليمونة بقشرها كده وتقعد تستمتع وهي عمالة تعضعض في الليمونة. برافو عليهم بقشرها. يعني هم عارفين بس صعبة. نبات واكسدة وكل حاجة. ونحط شوية نعناع اخضر. فيتامين. زي ما انتم شايفين. مع شوية من الزعتر كمان على الفراخ. وشوية ملح وحبة صغيرين من الفلفل الأسود. يبقى احنا حطينا هنا ايه؟ شوية نعناع أخضر. كل المكونات اللي حطيناها على الزبادي هي هي المكونات اللي حطيناها على الفراخ عشان نتبلها. حط عليها النعناع الأخضر ده فربناه ازاي أو قطعناه ولا ازاي؟ قطعناه ورقتين نعناع خدناهم قطعناهم كده يعني عشوائي مش بيتفرم ولا حاجة. لا 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 موضوع بسيط يعني. النعناع ده بحطه على كل حاجه بصراحه، على الدراسي بتاع السلطه بيبقى جميل. وعندنا كوبايه من الرز المسلوق ثلاث ارباع سوا اهو، نحطهم هنا مع شويه من الزعتر مع كوبايه من البسله ونبدا نخلي الموضوع ده ينسجم مع بعضه شويه مع نقطه ميه صغيره. الاكل اليوناني يشبهنا شويه وخفيف على المعده. والاستخدامات بتاعت الزعتر والزبادي في بعض الوصفات الموضوع حلو قوي. هو شويه قريب من المطبخ التركي. وهم عندهم بقلافا البقلاوه اللي احنا بنحبها. وعندهم مسقعه. وعندهم مسقعه
كويس، وعندهم سياخ الفراخ الشيش طاووق بيسموه الجمبري في اسكندريه اسمه ايه؟ لا مش في اسكندريه، الجمبري في لبنان اسمه اريدس. قريدس. قريدس. وفي اليونان باليوناني اسمه اريدس. اريدس برضه. كويس. بس احنا في اكلات مصريه في المطبخ المصري لحد النهارده متأثرة. ممكن تشبه اصلها شويه، اللي هو جريجي لما كان من زمان اسكندرانيه. اسكندريه طبعا. بالظبط اسكندريه. الله ينور عليك. بنعمل ايه بقى؟ بندعك الفراخ كده دعكه حلوه اهو زي ما انتم شايفين كده بالتوابل وبالملح وبالفلفل وبالملح وفلفل. عندكم شمعة؟ شمعة؟ في شمعة؟ الاقي شمعة؟ بصوا احنا اهم حاجة بقى لا 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 ما تضيعش الفرصة، بكرة هنعمل محمد. لو ما عملتش هعمل انا. تعملي ايه؟ هعمل له تورتاية في البيت. خلاص انا موافق. ايه رأيك؟ انا موافق تعمليها له. هتجيبها له جاهزة؟ جاهزة مين؟ انا ما عنديش الكلام ده. هتجيبها له جاهزة في البيت؟ لسه منزلة شوكليت كيك على صحتي. يلا خلاص انا 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 مش هضيع عليك الفرصة دي. اديني فرصة. مش هضيع عليك الفرصة دي. وهسيبك بكره تجيبي لنا معاكي حاجه انت وانت هتعمل حاجه عشان كل الناس تتبسط بكره. انا بصي انا الفرخايه دي النهارده هطلعها له كده احط له هنا شمعايه. عايز احط له شمعايه. واقول له سنه حلوه يا جميل، وانا واثق ان هو هيبقى في قمه سعادته بالفرخايه دي. انت الفراخ دي بالنسبه لك تمام يا محمد ولا مرضي يعني ولا التورته بتاعت الدكتوره منى؟ خلاص بقى اشتغل فيها النهارده. انا موافق. اوكي هسيب اللحظات السعيده دي عشانك. قعدت شفت الوصفه اللي انت عملتيها حلوه. الفيديو كان يجنن والله وسهله وطالعه مظبوطه ظابطه. شهاده بصي من زميله بتشهد لي ان انا طالعه مظبوطه ظابطه. انا عايز في مره كده. وبعدين اجمل حاجه بقى تخيلوا لما تبقى تورتيه طالعه حلوه وكمان اداء بقى استاذ الاعلاميه الدكتوره بتصور نفسي يعني وهي بتشرح الطريقه يعني بصراحه. بصوا هنا بقى بنعمل ايه؟ انا في مره هسيبها هدور. انا خلوني بس ادور على مهارات كل واحده في الثلاثه. شاطره في ايه؟ مش انا قلت لك عملت الكاروت كيك في الساحل؟ عملتيه بس ما كانش فيه مبشره. لا مش انا يعني الست اللي بتساعدنا الله يكرمها هي راحت فرماه في البلاي بتاع دي. فانا هقوم عامل ايه؟ هقعد كده اتقص واشوف كل واحده في الثلاثه شاطره في ايه؟ وفي مره كده من المرات انا اعمل اكله واخليهم يعملوا الطبق الجانبي الثاني او يعملوا الاكله الاساسيه وانا اقف ايه وادوق من ايديهم ماشي. الحاجات الحلوه واشوف مهاراتهم في الطبق بقى. ايه الموضوع كويس؟ انت بتعمل اختبارات مهارات؟ مش اختبارات لا لا والله. طب انا هقول لك على فكره حلوه قوي وفكر فيها وانت بتعمل الفراخ كده. لو انت هتهدي كل واحده فينا اكله من المطبخ تكون شبهها او شبه شخصيتها او الحاجه اللي بتحبها ليه كده؟ تدي مين ليه ايه؟ يلا خلونا نبدا بقى. ايه انا مش ماشيه الا لما اعرف الاجابه. ده سؤال صعب قوي. سؤال صعب. طب ماشي. يبقى كل واحده انا هديها نوع توابل وكل واحده يعني هشبهها بنوع فاكهه ويعني مره نوع توابل ومره نوع فاكهه وفي الاخر اكل. طيب يا ترى انا ايه؟ يا ترى انا ايه؟ يلا يا ترى انا ايه؟ الاول استاذه منى عبد الغني. بالنسبه لي مش عشان الطعم حادق، لا هي الملح اللي بيدي طعم لكل الاكل. يا سلام. خلاص ده يعني من غيرها الاكله هتبقى دلعه مش هتبقى طبعا. اشكرك. اشكرك. طيب سيبونا افكر بقى الموضوع صعب. يلا فكر. ماشي. احنا بعد ما هشرح طيب دي بسرعه. بعد ما حشينا الفراخ بالخلطه بتاعه الرز بالبسله بالبصل مع الملح والفلفل والزعتر ويا سلام لو في شويه مكسرات كمان محمصه تتحط جوه الخلطه، بناخد الخليط اللي انتم شايفينه ده بتاع الزبادي. اوعوا تستكتروا بقى المرحله دي، شايفين؟ ما تستكتروش المرحله اللي انا بعملها دي. تحطوا الزبادي تغرقوا الفرخه بالزبادي. ده زبادي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. في زعتر؟ مكوناته الاتيه: زبادي، زعتر، ليمون، زيت زيتون، نعناع اخضر، ملح وفلفل، وحبات الجزر بتحطوها. مفيش توم في الموضوع؟ وتوم. وتوم. برافو عليك. يعني وتوم انا نسيت اقوله. يبقى توم. كاني بعمل سلطه زبادي بالزعتر. وزعتر هي سلطه الزبادي اللي انت بتاكليها بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. طيب بعد ما نعمل الحركه الحلوه دي ناخد الفراخ دي نغلفها وندخلها الفرن. وعايز اوريكم شكلها بعد ساعه ونص في الفرن. بنشيل اخر ربع ساعه الغطا بتاع الفراخ واوريكم من غير ولا نقطه ميه شكلها بقى عامل ازاي. بصوا الحلاوه والجمال بتاعه الفراخ. بسم الله ما شاء الله طالعه. احنا معانا منوره ادي على فكره. انا حاولت اعمل المشبوس اهو. بص الفراخ لا جاي لك دلوقتي على المشبوس. ادي شكل الفراخ. وبعدين ده بعد ما كشفتها يعني انت غلفتها فتره في الاول ساعة وربع. ساعه وربع بعد ساعه وربع انا هقدمها دلوقتي في طبق تقديم. شكله حلو لونها حلو قوي محمود وريحتها تجنن. لا وكمان ايه بقى
بعد ما خدت الجميل الشكل. ان الزبادي بيخلي النسيج بتاعها جوسي قوي، بتبقى طريه وناعمه طبعا ما تنشفش. بعد ما خدت الشكل الحلو ده، عندنا شويه رز بالبسله. حلوه فكره انه مش لازم البسله يعني صلصه حمراء، يعني رز ابيض بالبسله. لا انسى. يعني بصراحه موضوع البسله، موضوع الصلصه ده هو يتوافق مع الزبادي وبتاع. كفايه بقى موضوع ده. مش انا عملت تحاليل وطلعت نسبه الكوليسترول عندي عاليه؟ عاليه ليه يا محمد؟ ليه بقى؟ لا ما هو الاسباب. انا بقول الكلام ده عشان اللحمه الضاني حضرتك اللي بيجيبها لنا. الدكتور قال لي استخدام الزيوت الطبيعيه، ما نستخدمش زيوت مهدرجه، ونقلل في المقليات، ما ناكلش حاجات مقليه كتير. بالظبط. فانا زي الاف من اللي موجودين، فلازم اقول لهم عشان نخلي بالنا من الموضوع ده، يبقى ما ناكلش. البسله عملت لون حلو قوي. الايه؟ البسله عملت لون. البسله عامله لون حلو، وشويه الرز اللي اتبقوا بالحركات الحلوه دي اهم نحطهم هنا. احنا طبعا مش هنسلق كوبايه، اللي هنسلق 3 4 كوبايات، ونخلي الخلطه الحلوه بتاعتنا دي كده زي ما انت شايفه تحت اهي. يعني زيت كتير. الذره او عباد الشمس يا محمود شغال، زيت الذره والسمنه المهدرجه، وما ناكلش بقى الحاجات يعني الموضوع ده مهم ان احنا نخلي يعني بالنا. زيت زيتون. بصي لي لما اقول لك نازل بقوالب الزبده كتير. ده انا اللي جاي بقول لك اهو. لا والزبده استني بس، الزبده الطبيعيه احسن 100 مره من الزبده الضاره او السمنه الضاره. خلاص. فاحنا لما نيجي نتكلم عن حاجات طبيعيه انا بقول لكم اهو، زيوت مهدرجه، زبده مهدرجه، سمنه مهدرجه، يبقى لا على طول. برافو عليك. هي بترسب على الشرايين من جوه الكوليسترول. برافو يا جماعه. فبتأدي الجلطات. هو ده اللي انا عايز اوصله. وايه اللي كمان بيعلي الكوليسترول غير يعني في الاكل؟ في حرقه الدم. والله صدقيني حرقه الدم بتعلي معدلات الكوليسترول الضار في جسم البني ادم. ممكن يكون حد بياكل عادي خالص وكويس جدا، بس هو بيحرق بنزين. يعوضه بقى بالمشي. بيحرق بنزين. يحاول يمشي كتير. يحاول يمشي كتير. يحاول تحاولي تروقي كتير في البيت، تنقلي مكتب. طب البط يا محمود بنسبه بنسبه الاكل، ما هو انا في الاخر برضه عالي في الكوليسترول. والجمبري. أنا بس هي الفكره، مش الكوليسترول اللي في الجمبري عالي جدا جدا، في الكابوريا نفس الموضوع. في الاستاكوزا. انا بس عايز يعني بالعقل عشان ما نخوفش الناس. بالعقل فاهمين يعني لو اكلت لك حبيتين ولا بتاع مش مشكله. سلام على حبيتين. مش نص كيلو والنبي، ونص كيلو مقلي على ربع كيلو مشوي. بصوا بقى انا عايز اقول لكم ايه، شويه لوز على الجمبري والحاجات دي لحد ما يجي لها تسمم فسفوري. يا بعد الشر بجد، ده حاجه موجوده يعني. موجود في الجمبري، بيقولوا في راس الجمبري. يا سيدي على الجو ده بقول لكم ايه، انا معايا 3 4 دقائق. يلا يلا اعمل السلطه الحلوه اللي انا بحبها بالبتنجان المشوي، بحب اقدمها جنب الفراخ دي. المقادير كالاتي: محتاج حوالي نص كيلو من البتنجان المشوي، مع 3 فصوص ثوم ورشه ملح، ومعلقه كمون، وعصير 3 ليمونات، مع نص كوبايه، مع معلقتين زيت زيتون، وطبعا حبوب رمان للتزيين، وشويه ورق نعناع للتزيين. خلاص. كل اللي بتعملوه ان انتوا بتشوا البتنجان، انا النصيحه اللي احب انصحها لكم هي ان انتوا تشوا البتنجان على النار، ما تدخلوش البتنجان الفرن. على البوتاجاز. على النار، على البوتاجاز. ليه؟ لان الـ 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 الطعم المدخن بيكون حلو. خلاص. يعني نحطه في طاسه على البوتاجاز. طاسه ايه؟ البتنجان على النار. البوتاجاز على طول. واهم حاجه يا ايمان، بصي شايفه الطبق اللي انت شايفاه ده؟ أيوة. ان انت تحطي البتنجان في مصفى فتتخلصي من كل الميه زيادة. اللي دي مش مجرد ميه زياده، دي مجرد شيء مر طعمه مش حلو. أيوة. وما بيخليش الموضوع حلو. وبعدين تهرسي البتنجان عشان يبقى تحسي بطعم اللحم اللي فيه بالشكل ده اهو. وبعدين وهرسي يدوي كده عشان برضو القطعه تبقى صغيره وحلوه يعني. وعصير 3 ليمونات. ايوه. وعصير 3 ليمونات مع 3 فصوص من الثوم المفروم. مع رشه كمون، مع شويه الملح، وادي نص كوبايه من الطحينه. خلاص. ما بنحطش خل. جربوا تاكلوا السلطه بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي، اللي هي كده مفيش خل، بعصير ليمون. عصير ليمون هو ده بدل ده بتهيألي. ده بدل ده، بس اصل في ستات بيوت كتير جدا بيحطوا خل كتير، وفي الاخر انت ما بتدوقيش طعم البتنجان الحلو المسكر. بس اهم حاجه زيت الزيتون بتاعنا. حط شويه من زيت الزيتون كده، 3 4 معالق، وما تخافوش موضوع الكوليسترول ده، وعايزين نركز فيه مع بعض والنبي الفتره اللي جايه في اكلنا وفي شربنا. شايفين الخلطه الحلوه دي؟ سهله سهوله مش عاديه اهي. وبعدين تاخدي الطبق الحلو ده تروحي بيه على طبق التقديم هنا، وتعملي اللي انا بعمله ده اهو. وادي الطبق بتاع البتنجان
مش لازم نحط الكميه كلها، نحط بس شويه على قد الطبق اهو، وبعدين تيجي عامله كده اهو، وتاخدي شويه من الرمان في النص هنا مع حبه من النعناع الاخضر، يدوا طعم حلو مع كل لقمه بتاكليها، مع شويه من زيت الزيتون. البتنجان ده او البابا غنوج ده متكامل الفوائد، زائد يعني الحديد على طبعًا كل جميل. حاجه، والطحينه فيها كالسيوم لو بتحطي طحينه، الزبادي شويه من وراكوربا، يعني يتحط جنب اي حاجه، المحمص يعني جدا، هو جنب اي حاجه على السفره مش هيقول لا. مين البتنجان؟ بابا غنوج بالطريقه دي، ده كتر خيره يعني. انا ليه ما نفطرش بتنجان بدل ما نفطر كل يوم طعميه او فول او بتاع؟ بس هي الفكره بتنجانه مشويه وتتعمل مشويه بطريقة. مشويه يعني برضو هنخفف مقليات شويه. لا مش مقليه، مشويه. هنخفف مقليات شويه. بصوا شكل الطبق، او بابا غنوج ما فيهاش حاجه، البتنجان الحلو ده شايفين دايما طبق. يقولوا معلقه طحينه تساوي كوبايه لبن، معلقه طحينه تساوي كوبايه لبن. الاستاذه منى او الدكتوره منى تقصد ما يحتويه السمسم من كالسيوم. يعني السمسم فيه نسبه كالسيوم عاليه جدا، فالسمسم بيتحول لطحينه، فمعلقه طحينه يعني تعادل كوبايه حليب عشان بالظبط. بس ده ما يغنيش عن ان احنا لازم نخلي بالنا موضوع شرب اللبن باستمرار. تسلم ايدك يا شيف محمود، وصفه هايله صح، وصفه سهله. انا بس في حاجه عايز اقول لك عليها. قولي. يعني انا الوصفه دي انت ممكن تبقي مثلا حبه تاكلي خضار بالبطاطس، أيوة. حطي مع حبات الجزر شويه مشروم سوتيه مع الفراخ. انا بس حابب اوريكم شكل الفراخ من جوه، لو معانا وقت دقيقه اقدر اوريكم الموضوع ده. بروكلي، يلا بصوا كوسه شكل. الكوسه حلوه قوي وخفيفه على المعده. الكوسه نفس الموضوع، من حاجات بتنزل برده الكوسه بالظبط. وادي الطبق الحلو ده اهو، سواء المزاج تجيبوا السكينه. انت عايز تورينا الفرخيه من جوه شكلها عامل ازاي بالحشوه اللي فيها؟ من جوه بصوا بقى ايه. بتاكلي صدر ولا ورك؟ مش قادره. ماشي، ناخد حته من الصدر. بس انا عاده باخد صدر. اهو اهو شايفين، ناخد بس شريحه صغيره ونوريكم الموضوع. شايفين الانسجه من جوه شكلها عامل ازاي؟ نعمه جدا. الزبادي مخليها يعني جوسي طريه كده، شم ريحه الزعتر هايله كمان اهي. والزبادي كمان يا شيف محمود بتهيألي بيدخل في تتبيل الفراخ نفسها. ده الموضوع بقى يا ايمان بيخلي الموضوع بيخلي نسيج طعمه وده فراخ بس ولا فراخ ولحمه؟ ممكن طعم جديد الزبادي برضو. والله الزبادي يعني انا بحبه اكتر مع الفراخ، مش مع اللحمه. انا يعني بصراحه مع اللحمه مش بسالك. لا بالكميه الكبيره دي يعني ما بحبوش مع اللحمه. بتغلي شويه. بصوا بقى هنا، انا عايزك تذوقي الطبق الحلو ده بعد ما نحط كده شويه من هنا على جزرايه، على كمان برضو فن التقديم، حبه من الصوص بتاع الزبادي، وتدوقي وتقولي لنا ايه رايك. طيب حاضر. ماشي، ونحط لك شويه من اللوز. لا لوز محمر. شكرا. طيب حاضر. ايه انا باكل اللوز رو كده يعني ني خافت خافت خفت طبعا. عايزين رايك للكاميرا بتاعتك. طيب يلا. اوكي يلا دوق يا منى. طيب هدوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بص ناعمه، انا شولة اللي... انا شولة. انه أيوة. الصدر ساعات ممكن في ناس بتقلق عشان بيبقى تحفه. الف هنا تسلم ايدك يا شيف محمود. تحفه والله، طريه وجوسي وحاجه جميله. تسلم يا حبايبي. شمعه وهندخل دلوقتي هناخد فرخه من الاثنين، وسنه حلوه جميل للاستاذ محمد سامي رئيس التحرير، ومتهيالي كده حلو. معايا في الفراخ تعبهاش بقى، بلا كيكه بلا 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 تورته. فرخه حلوه. تسلم ايدك يا شيف محمود. على خير. شكرا يا منمون. نشوفكم على خير بكره ان شاء الله في حلقه جديده. ستات ما يعرفوش يكذبوا، يومكم هادي ونادي يا رب.